الدنيا باطمة، السيو لله هي اللي وقفات مع ملوك، اللي كان وجهها بوجه ملوك وقابلت ملوك وتوجت من عند ملوك وركات مع ملوك وغنات الملوك. عرفت شكون هي دنيا باطمة؟ انا وريتها لكم. السلام عليكم إخواني أخواتي المشاهدين، هذا أخوكم سيمو يعود إليكم من جديد. لعمرو شافنا إخواني المشاهدين، ما عليه غير يهبط لتحت ويضغط على زر صابوني وعلى زر الجرس باش يوصلوا كل جديد إخواني المشاهدين. حلقة اليوم على والد عائشة عياش وعائشة عياش وبزاف ديال الحقائق غادي تعرفوها في هذه الحلقة إن شاء الله بعد الفاصل ونواصل. واش نتوما حمقين؟ واش عباد الله تتكتب بلي انا في الحبس؟ واش نتوما حمقين؟ واش مرضوا بيا ولا شنو؟ هادي اللي قدامكم شكون؟ سوزي هادي ديال كلامي ولا شنو؟ انا بغيت نفهم هاد الانسانه هادي. انا العظمية والحمية، واش حمية؟ كاينة في دارين ما كاينة في الودايا. اخواني المشاهدين احنا عدنا من بعد الفاصل. المهم الحلقه ديالنا اخواني المشاهدين على والد عائشة عياش، ويعني راكم شفتوا اللي شاف الاتصال ديالو بواحد القناه بلا ذكر الاسم ديالها اخواني المشاهدين. من بعد غادي نعطيكم كاع الحقيقه كامله ان شاء الله اخواني المشاهدين، هنا باش تعرفوا الانتقادات. احنا ما غاديش تجي انت ولا شي واحد غادي يطعن في القضاء ويقول لك ودي بنتي ما عندها والو. المهم اخواني اخواتي الكرام، بسم الله ندخلوا في الموضوع. كما شفتوا هو انطق وقال لك ان بنتي عائشة عياش ما عندها حتى شي علاقه بهذا الملف المشؤوم ديال ملف حمزه مون بيبي، وما عندها حتى شي علاقه بالمغنيه المشهوره. احنا بغينا غير نفهموا ما عندها حتى شي علاقه بدنيا بطاطا، ولكن احنا بغينا حاجه نفهموها. واش حنا غادي نطعنوا في القضاء؟ واش القضاء غادي يطعن لك في بنتك؟ واش صحابك غير الظلم غادي غير يجي ويدخلوها للحبس؟ حتى شي واحد ما عنده سوارت ديال الحبس، وحتى شي واحد ما غادي يجي غير هاكك ويدخلها للحبس، لان راه عليها ثبوتات وراه عليها لي بروف باش راها في سجل الودايه اخواني المشاهدين. وهذا الشيء راه معروف وكاع الناس راها كتعرف هذا الشيء. مع العلم قال لك اسيدي حنا غادي نمشيو نتبعوا غير ايطاب، غادي نمشيو نتبعوا غير على حسب الهضره ديالك اخواني المشاهدين. قال لك البنت ديالو مشات في 2018، البنت ديالو مشات للامارات في 2018، من بعد من 2018 قال لك رجعت للمغرب في 2019، ومن مور 2019 قال لك مشات غير في داك اللحظات نتاع 2019 مشات للامارات. قال لك من بعد تما وقع المشكل، وحنا غادي نمشيو معاك غير حاجه بحاجه اخواني المشاهدين. قال لك السيده عندها محلات في الامارات، تعرفوا شنو هو يكون عندك واحد المحل في الامارات؟ راه ما هي ما لونها، يعني راه خصك مبالغ هائله وخص يكون عندك فلوس طائله باش دير نتايا واحد اخوان المشاهدين باش دير واحد المحل في الامارات. وما قالكش عندها غير محل، قالك عندها محلات نتاع الملابس. اوكي، من اين لك هذا؟ في ظرف في 2018 في الاواخر نتاع 2018 ولات في 2019 ولات في 2019 عاوتاني في الامارات، كي دارت لها هذه؟ ما كملش حتى عام من جابت هذه الثروه الهائله. مع العلم قال لك سيدي هو ما عندها علاقه، ما عندها حتى شي علاقه بهذا الحساب. وزاد طعن في القضاء، وزاد طعن في القاضي، في قاضي التحقيق. اني جايكم اخواني اخواتي الكرام، قال لك عندها محلات ديال الملابس، وقال لك كتخيط، ومهم ميك اب وهذيك كتخيط. من قال من سولوا الاخر قال له ودي واش عند، واش ما هي العلاقه ديال دنيا بطاطا
مع الابنه ديال قال لك هي كتخدم مع العالم وكتخدم مع كلشي. اوكي كتخدم مع العالم وكتخدم مع كلشي. قال لك هي كانت تجي عندها باش تخيط لها، ها هي خيطت سروال بلا تكه، هذه هي المثل اللي كنقولوا حنا، راه خيطت الراسه سروال بلا تكه. المهم وراها كانت مقابلتها ديك حنش بوسكه. المهم اخوان اخواتي الكرام، والله القسم الا خيطت سروال بلا تكه، ولكن القضاء ما غاديش يجي وغادي يقول لك ان راه البنت ديالك. انا ما فهمتش، انا واحد الحاجه اللي ما فهمتهاش، وزاد طعن في القاضي وطعن في القضاء، انه قال ابناتي مين مشات عند القاضي التحقيق قالت له انا واش عندي هنا واش راني ندير هنا، قال لها انت ما عندك والو، وقالت له واش راني ندير هنايا. زعما ما فهمتش انا حاجه اللي ما فهمتهاش. هو قال اخواني اخواتي الكرام بالفم ديالو انه وقفت عند قاضي التحقيق وقالت له انا وشنو هو الذنب ديالي واش راني دايره، قال لها انت ما عندك والو، وقالت له علاش راني باقيه هنا. ايوا ها انتم حمار، وزاد طعن في القضاء وطعن في القاضي اخواني اخواتي الكرام. القاضي قاضي التحقيق كيقول لها ما عندك والو وانت قاعده في السجن، في سجن الودايه وباقيه ماشي على التحقيق. المهم اخواني اخواتي الكرام، يعني قال لك اسيدي، زاد قال لك ودي سلطانه يعني الملقبه بسلطانه انها من العائله ديال عائشه عياش، قال لك وهي السبب ديالها باش تبعت له البنت ديالها باش طيحتها في الشبكه، وباش زاد دارت له اخواني اخواتي الكرام دارت لها يعني سروال بلا تكه، قال لك هي اللي صفتتها للحبس وهي اللي اشكات بهذا الشيء هذا اخواني اخواتي الكرام. مع العلم كما شفتوا في الفيديو ان سكينة غلامور كتخرج كتقول كتبنى كتعنى، راكم شفتوا كاع اللي كيتعنى بالقوه كيموت بالضعف، ولكن راه ربي فوق كل شيء واللي دار الدرب يستاهل العقوبه. خرجت في ذاك الفيديو قالت لك اودي انا حقا علاش نتوما راكم تقولوا بلي انا راني في سجن الودايا، وراه غير ربي راه استجب لها والله القسم. قالت لك اودي واش غير اللي يمشي للتحقيق راه غادي يمشي للسجن، وبقى الدور تما تقول لهم انا هي سكينة غلامور حتى دارت سروال حتى هي بلا تكه وراها مشات لسجن الودايه، وراها في سجن الودايه مع العلم كانت بيناتهم نفس السر الوينا اخواني اخواتي المشاهدين. المهم يعني بغيت غير باش نقول لكم ان ذاك الاب ديالها راه غير خربق وكيقول لك ما عندها حتى شي علاقه بذاك الحساب المشؤوم ديال حمزه مون بيبي اللي راه يهضر عليه العالم، دول العربيه دول الخليج دول الاجنبيه، المهم كل شيء راه يهضر على هذا الملف هذا اخواني المشاهدين، كيقول لك انا البنت ديالي ما عندها حتى شي علاقه وراها مشات لاسبانيا، راها مشات ماشي حاشاكم، هي كانت تمارس القواده. واي واحد ما غاديش يقول لهم بان واش هي غادي ترضى تقول لك الوالد ديالي راني كندير ونفعل وكندير، جاو استقبلوها بالدقه المره الاولى الزوجه، جاو استقبلوها بلانتيربول. علاش انا غادي يديروا غادي يديروا معها واحد البحث وغادي يصيفطوا لها ضباط للامارات وغادي يعتقلوها في الامارات وغادي يصيفطوها هنا للمغرب وغادي يجيو هنا وغادي يستضفوها يعني بعساوه، يعني عساوه هي السلطه، استضفوها هنا داو معها التحقيق. واش غادي يجي القانون غادي ما يحققش معاك ما حتى شي حاجه، غادي ما يحقق معاك ما حتى شي حاجه، غادي يجي ويصيفطك للحبس، واش راه زريبه واش عندهم السوارف نتاع الحبس، راه حتى شي واحد ما فوق القانون، القانون لا يعلى ولا يعلى الا الله سبحانه وتعالى، راه ما غاديش يجي وغادي يحبسوا لك بنتك غير هكاك، وكان ما عندهاش علاقه يعني مع العلم ان هذا الحساب انه تجار بالبشر، تجار بالقاصرات، المخدرات، زيد وزيد يعني بزاف ديال الصوالح، يعني وكان ما لقاوش الابنه ديالك يعني متهمه راها ما غاديش تمشي للحبس. مع العلم كان واحد التسجيل تسرب راه كيداول في اليوتيوب وكيداول في القنوات انها واحد الانسانه كانت تمشي حتى هي للملاهي الليليه ولا شي شابر كما كيقولوا لها، ومي كانت تدخل تما كانت ديما تلاقى هذه الابنه ديالك وديما حاضياها. واحد النهار تبعتها بلا ما نطول عليكم، راهم داروها في الفيديو راه حتى انا راه عندي في الفيديو اخوان اخواتي الكرام، قالت لها انت زوينه وكذا وكذا وغادي تخدمي على والديك ونعطيك الفلوس ونعطيك كذا وغادي تبرعي والديك وتشري لوالديك الدور، كتحلف وتصحف هذا الانسان. قالت لها واخا، هي بقات تخرجها حاشاكم تمارس القواده، كانت تقودها اخواني المشاهدين، تديها للخليج، تديها لاوروبا، ماشي هي تديها ولكن هي كانت كما نقولوا تقودها للخليجيين، كانوا عندهم مع العلم كانت عندها واحد كان عندها واحد الموقع اباحي في اي بي، يعني كيدخلوا له غير صحاب الفلوس هذا الموقع الاباحي غير بلي كارت بونكير، يعني بزاف ديال الصوالح. يعني اخواني المشاهدين راه ما غاديش يجيو السلطات ويظلموا هذه الانسانه هذه، مع العلم ان هذيك البنت هذيك
يعني قال لك كانت تصيفطها حتى لاسبانيا كان يمشي كان يعني هو اللي المهم هذوك اللي كيتكلفوا بها هذوك الناس راه عندهم بيرويات وداروا بزاف ديال الصوالح راه الحماق والله القسم الى الحماق كانوا يصيفطوها يعني حتى مانيش عارف كانوا يديروا لهم فيزات ولا مانيش عارف ويصيفطوها حتى الاخر كانت صيفطها للخارج صيفطها لبرشلونه واحد النهار كانت قالت لك هذه البنت كانت تقول فمها صيفطتها لبرشلونه مع واحد الانسان حيت عجباته وبغى يديها وهي حرضتها وقالت لها وتما غادي توقع الواقعه قالت لها ودي وكان ما تزيديش تكملي معايا راني غادي ننشر لك الفيديوهات ديالك ونشر لك تصورها مع العين حتى لقات تصورها ولقات الفيديوهات ديالها مواقع اباحيه اخواني اخواتي الكرام وكان ما لقاوش عليها البروف ما غاديش يقولوا لها انك كتقودي حاشاكم اخواني اخواتي الكرام على هذا الفاض ولكن لا اله الا الله ما غاديش يقول لها راكي تخرجي البنات وتدي البنات الامارات وكتجري في القصيرات وكتجري في البنات باش يمشيو يخدموا في الامارات اخواني المشاهدين هذه من ناحيه ومن ناحيه اخرى يعني هو الاب ديالها كيطعن في القضاء وان شاء الله راه من غادي يكمل هذا الوباء هذا حتى غادي نطيحوا ان شاء الله هذه العصابه غادي تطيح ان شاء الله في الاخر في الشبكه وراهم كلشي راهم يتعاقبوا والقضاء احنا ما نعرفوش حسن القضاء القضاء هو اللي غادي يقول الكلمه ديالو الاستئناف راه جاي وغادي نشوفوا ان شاء الله واش غادي يزيدوهم واش غادي ينقصوا لهم واش غادي يخرجوا براءه احنا ديما مع القضاء وحنا ولكن هاد الناس اللي كما نقولوا داروا هاد الشرباكه كامله وضيعوا عائلات وضيعوا كذا يستاهلوا الذنب يستاهلوا العقوبه واللي دار الذنب يستاهل العقوبه ويستاهلوا المؤبد اخواني اخواتي الكرام لان هاد الشيء بزاف راكم عارفين بلي ان هاد الملف صعيب بزاف طلقوا ناس مشات على قبلهم راهم يتهموهم الناس مهم هذا الملف هذا داخل فيه القواده داخل فيه التجار بالبشر داخل فيه القاصرات المهم جميع انواع المخدرات اي حاجه داخل في هذا الملف هذا انت بنتك كتقول انها مشات غير في 2018 ورجعت في 2019 ولا ترجعت في 2019 وعندها محالات اول مره قال لك تخرج باش تعرفوا الانتقادات نتاع الهضره اول مره كتخرج قال لك الابنه ديالو من المغرب وخرجت في 2018 ما بين عام ما كملش حتى عام دارت المحالات والملابس مين جابت الفلوس من اين لك هذا هاد الثروة الهائلة اللي دارت بها هاد المحلات ودار يعني هاد الشيء فيه الدخول والخروج في الهضرة مع العلم انه بفمه قال لك اودي انه هو القاضي قال لها راه انت ما عندك والو وقالت له انا وشراني جلسة ندير هنا القانون لا يعلى عليه الا الله سبحانه وتعالى هو العلي الكريم ولكن باش انت تدير على القضاء واتهم القضاء بانه راكم شفتوا هذه يعني صعيبه بنادم يقول لك اودي القاضي قال القاضي عفوا قال لها بانك انت ما عندك حتى شي حاجه ما عمري ما شفتي قاضي يقول هذه الهضره اخواني المشاهدين ومع العلم داك سيمونة بن بشير واحد النهار غادي ان شاء الله غادي يدخل للسجن الوداعي لانه قال لك انا انه ما عنده حتى شي علاقه بهذا الحساب خرجت عاوتاني ديك المغنيه قالت لها ما عندهمش حتى شي علاقه بداك الحساب ابتسام باطمه خرجت حتى هي قالت لك ما عندهم حتى شي علاقه بالحساب عائشه عياش قالت لك خرجت ما عندها حتى شي علاقه كاع هاد الناس اللي قالوا لك ما عندهم حتى شي علاقه بهذا الحساب راهم في السجن الوداعي وكاع اللي كيقول وكينكر اخواني اخواتي الكرام انه هو متورط وكيبرئ راسه غير بهذيك ما عنده حتى شي حاجه العقبه البطاطا وسيمونا راه كان قال لك اودي راني غادي نجي لكازا والمحامي ديالي وكذا هو راه غادي يجي وراه غادي يقرقبوا عليه اخواني اخواتي الكرام لانه هو متشابه فيه والقضيه راه بانت وكل شيء بان اخواني اخواتي الكرام وبان شكون هو مول الحساب اخواني الكرام ومول الحساب بنت ماشي ولد مع العلم اللي كانوا يتواصلوا معاه كان يكتب لهم ديما بنت ماشي ولد اخواني المشاهدين وراه قربت سالا الحلقه ان شاء الله هذا الوباء الله يبعدهم عليكم راه من غادي تكمل ان شاء الله هذا الوباء كلشي غادي يبان لك في السجن الوداعي ان شاء الله وغادي تولي بلادنا بسلام اخواني اخواتي الكرام سمحوا لي طولت عليكم ما تنساوش ديروا اشتراك في القناه وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم جديد وتحياتي لكم اخواني المشاهدين.